طبعا سيد المحافظ بن ولا بنأيد ولا مش عايزينه. احنا عايزينه، عايزين شغل اكتر من كده، عايزين ينزل الوديان، عايزين ينزل الشباب. النهارده انا كنت في المحافظه بيقولوا لي في الاراضي هيعملوها مزادات، الشباب معاه فلوس يحضر مزاد الشباب. فين المشاريع الصغيره؟ ولا مشروع صغير اشتغل، ولا اراضي عملها تسييره، ولا في مساكن للشباب، ولا في اي حاجه للشباب. كله بيضحك على الشباب، وكله بياخد بس ثوره الشباب وبيعملوا بيها ايه، فرجعه اعلاميه زي ما بيقولوا او حاجه زي كده. ما فيش، احنا ما فيش حاجه جديد، احنا عايزين جديد. احنا تعبنا وهرمنا وقرفنا وتعبنا خلاص، حتى من الديوان المحافظه تعبنا. ما فيش اي حاجه جديده ولا اي حاجه ماشيه ولا اي حاجه جايه. النهارده الاراضي ولا في بيوت للشباب، عارف ايه؟ تمام، كفايه كده. ولا النهارده ولا الاراضي منزلينها، ولا تسعيره. تقصد تسعيره الارض؟ تسعيره الاراضي اللي بقى لها كم سنه دي؟ اللي بقى لها من النهارده من 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 من, من 73. وفي شباب نازلين اسمائهم بقى لها بتاع سنتين، داخل على سنتين، والشباب بيضحكوا على الشباب، بيقول لك احنا هندي للشباب، ونازله اساميهم في المحافظه، ويقول لك مستني التسعيره، ولا في تسعيره جايه، والبلد واقفه. قالوا الحكومه الجديده يمشي مرسي، عشان الدنيا تمشي مستنيها تمشي، ولا هتمشي مرسي ولا غير مرسي، البلد واقفه. عايزين يدوا للشاب ارض بالمزاد، بيقول لك لا عشان املاك الدوله واراضي الدوله لازم بالمزاد. طب ما انتوا حسين سالم نص الشرم وعمر مش عارف مين وباقي مين ومش عارف مين، ادوا لهم بالامر المباشر. ومين من الشباب يقدر يدخل مزاد؟ مين معاه فلوس يدخل الشباب؟ هو الشاب لو معاه فلوس يدخل المزاد، راح يتجوز ولا ارض ولا يعمر ولا يستثمر ولا يعمل. طب بالنسبه لشيخ محمد، ليه موضوع نائب المحافظ؟ قالوا ان لازم يكون لي نائب. انت يعني تقترح النائب ده يكون منين؟ النائب ده طبعا لازم يكون من الشباب. الشباب طبعا، الشباب هو المستقبل. احنا تعبنا ليه؟ مش شرط يا محمد يكون متعلم. هو ممكن ما يكونش متعلم، بس الراجل فاهم، ممكن فاهم، عارف مشكله الناس، مشاكل الناس. هو العمليه مش العلم، العمليه مش علم، العمليه ده احساس قلب. وياخد برضه تفويض، ما يبقاش منظر. طبعا يعني ما يبقاش طبعاً نائب طبعاً للمحافظ يعني منظر. يعني احنا كفايه بس المحافظ، كل ما اتكلمه اقول لك انا ما اقدرش امضي، كل ما اتكلمه اقول لك انا ما اقدرش امضي لحد ادي اي مشروع واشغل الشباب. ليه يا عم؟ يقول لك لسه على الاسعار ما جاتش. ليه يا عم؟ مش عارف ايه اللي ما جاش، مش عارف ايه ما جاش. طيب في مشكله ثانيه يا شيخ محمد غير الاراضي وتسعيره الارض؟ ما هو الارض هعمل عليها مشروع، هاكل عيش، هاكل عيالي عيش. ما هي دي المشكله. ما هي الحوالي، ما تدينيش. انت بتعتبرها اكبر المشاكل؟ ما تديني، ما هو انا دلوقتي عايز اشتغل، لا موظف لا عماله، ليش؟ لا مشروع صغير. مشروع صغير هعمله فين؟ هعمله على الهوا؟ ولا عايز حته كده صغيره، مش عايز زي حسين سالم مثلا اخد نص الشرم، لا عايز حته صغيره. في مطلب تاني يا شيخ محمد انت بتطلب في طبعا غير موضوع تسعير الاراضي؟ في طبعا. احنا عايزين دعم لميه للوديان، ما فيش ميه. احنا عايزين يبقى في نظام في البلد. احنا اسرائيل جنبنا اهي، الصحراء عملتها جنة. ايام الجيش عملت سدود. احنا هنا بتوع الموارد المائيه يعملوا السده سنه، يجي عليها السيل يشيلها ويمشي، ملايين بنتصرف وخلاص، فلوس بتنفق على الارض بس. ما فيش تخطيط، ما فيش حياه، ما فيش فكر، ما فيش نظره، لان دي مش الدلتا، دي وديان وسهول تختلف عن وادي الدلتا. مهندسين تعود وادي الدلتا ما ينفعوش، يستعينوا برضه باهل البلد، هم ادرى. ما هو الدراسه بتاعت الاوراق الموارد الماليه بتاعت الدلتا ما ينفعش في الجبل. ايوه، لان دي طبيعه ودي طبيعه. طب يستعينوا باهل البلد، هم ما بيستعينوش بحد. دول راكبين دماغهم، يسرقوا ازاي؟ يسرقوا ازاي؟ لازم يعمل مشروع، يبوظ المشروع، يعمل مشروع تاني، يبوظ المشروع، يبقى ايه؟ شغاله. ربنا يصلح الحال. ما عمل حاجه نظيفه مش هتنقط، مش هيشتغل تاني. ربنا يصلح الحال يا شيخ. اللهم امين.